مسار الليل أطراف النجوم ومن ضحوك الفجر. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأوساط السعودية بالذكرى الخامسة لتولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في بلاده، حيث تفاعل معه الجمهور بشكل واسع وليتصدر واسماء البيعة الخامسة والبيعة الخامسة لولي العهد الترند في السعودية. لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق، لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل. وفي التفاصيل، يحتفي السعوديون هذه الأيام بذكرى مرور 5 أعوام هجرية على مبايعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، حيث استذكروا بفخر وامتنان سيرته. ولعل من أبرز هذه التعليقات كانت ذلك الذي قال: نجدد البيعة سمعا وطاعة حبا ووفاء لقائدنا وولي عهدنا الأمير محمد بن سلمان، حافظه الله، أدام الله عزك وأمنك واستقرارك وطني الغالي. وليقول آخر: بالولاء والمحبة نجدد البيعة لسيد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ليحفظه الله ويرعاه. وفي السياق، ولد بن سلمان في آب عام 1985 بالعاصمة الرياض، وهو الابن السادس للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حاصل على درجة البكالوريوس في القانون في جامعة الملك سعود، وحائز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية. تلقى تعليمه العام في مدارس الرياض، وكان من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة، وخلال فترة تعليمه تلقى العديد من الدورات والبرامج. هذا ويشغل بن سلمان العديد من المنصب، فهو ولي عهد السعودية ونائب رئيس مجلس الوزراء، إضافة لكونه وزير الدفاع، يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية وكذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. الولايات المتحدة الأمريكية ما في شك شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية. هذا ويعمل بن سلمان ليطور السعودية وفق رؤية 2030، وذلك من خلال إقرار مشاريع على كافة الأصعدة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. ولعلنا نذكر أبرز هذه الإنجازات، ففي عهده واصلت السعودية على صعيد السياسة الخارجية سعيها لتعزيز التضامن الخليجي وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، حيث استضافت القمة الخليجية 41 بمحافظة العلا شمال غرب السعودية، والتي ترأسها بن سلمان نيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، وتم خلالها طي صفحة الخلاف مع قطر. كما ترأس القمة الخليجية 42 بحسب العين الإخبارية. أما على الصعيد الداخلي، فسجل العديد من الإنجازات، ولعل من أبرزها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. أطلق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية، إضافة إلى إطلاق المبادرة الخضراء وتعزيز دور المرأة السعودية في المملكة.